السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ طبعا أصدقائي راح أتكلم مع آخر تطورات حرق عملة تيرا لونا كلاسيك، وهل راح يتم حرق غدا من عملة تيرا لونا كلاسيك ولا لا؟ طبعا راح أجاوب على هاي الأسئلة بهذا الفيديو. طبعا راح نحسب عدد القطع اللي ممكن تحرقها منصة باينانس بالغد إذا كان في حرق ولا لا. طبعا أصدقائي إذا أول مرة بتشوفني أنا عبد الله شحادة، بتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، وبتمنى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط راح يكون اسفل الفيديو. خليكم مع اصدقائي لبعد الانترو. اول اصدقائي عندي خبر من منصة باينانس، تم اضافة عملة اليو اس تي سي كلاسيك اللي هو الدولار الرقمي الخاص بعملة تيرا لونا قبل الانهيار. طبعا وتحول اسم الدولار الرقمي من اليو اس تي الى اليو اس تي سي. طبعا تم اضافة اليو اس تي الى الاصول القابلة للاقتراض، يعني صار اذا عندك يو اس تي تقدر تضيفه او تقدر تقدمه كبديل للاقتراض. مثلا اذا بدك تعمل اقتراض للبيتكوين او الاثريوم طبعا وما بدك تفقد من قيمة اليو اس تي سي، طبعا بتقدم اليو اس تي وبتاخذ بداله اثيريوم او بيتكوين. طبعا انت بهالحالة ما فقدت الاصول الخاصة فيك اللي هي اليو اس تي، طبعا قدرت تاخذ بيتكوين واثيريوم. طبعا خطوة مهمة جدا من منصة باينانس لعملة تيرا لونا كلاسيك واليو اس تي سي كلاسيك. اما بالنسبة لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك اصدقائي، اذا ندخل على تويتر على صفحة باينانس، الى حد الان منصة باينانس ما نزلت اي تغريدة بخصوص الحرق. طبعا اصدقائي اول عملية حرق كان في يوم 2/10، طبعا تم الاعلان عن اول عملية حرق يوم 2/10، تم حرق تقريبا 5.5 مليار قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك، هذا الحرق الاول. طبعا بعد الانتهاء من عملية الحرق الاولى نزلت منصة باينانس تغريدة في يوم 3/10 اعلنت عن موعد الحرق الثاني اللي هو كان يوم 10/10، يعني قبل 6 أيام من الآن. طبعا مفروض بعد عملية الحرق الثانية منصة باينانس تنزل تغريدة عن موعد الحرق الثالث، وطبعا تعلن فيه كمان عن النسبة المئوية للحرق. طبعا منصة باينانس إلى حد الآن لم تقم بالتغريد عن عملة تيرا لونا كلاسيك منذ آخر عملية حرق، يعني منذ تاريخ 2/10 لحد الآن منصة باينانس لم تتكلم على عملة تيرا لونا كلاسيك وما نزلت أي تغريدة عن عملة تيرا لونا كلاسيك، لهيك عندي احتمال كبير إنه هذا الأسبوع ما يكون في حرق نهائياً. لهيك أصدقائي من المحتمل إنه بكرة ما نشوف عملية حرق، وإذا كان في عملية حرق نحن متابعين معكم على التليجرام، الرابط أسفل الفيديو. طبعاً أول ما تصير عملية الحرق تقريباً في الساعة 10 صباحاً بتوقيت غرينتش، طبعاً نحن بننزل بيانات الحرق كلها على التليجرام. طبعا اذا تم الحرق من عملة تيرا لونا كلاسيك راح نحصل على عدد القطع المحروقة كالتالي. طبعا انا حسبت عدد القطع المحروقة من تاريخ 10/10 الى تاريخ 16/10، بهاي التواريخ اصدقائي حسبت الفوليوم على عملة تيرا لونا كلاسيك وقسمتها على 2، لأن منصة باينانس تمتلك تقريبا 50% من إجمالي الفوليوم على العملة. طبعا طلع معي البيانات كالتالي، إجمالي الفوليوم على عملة تيرا لونا كلاسيك من يوم 10 أكتوبر إلى يوم 16 أكتوبر طلع معي الناتج 2.4 مليار دولار. طبعا منصة باينانس تمتلك 50% من هذا الفوليوم، يعني تقريبا 1.2 مليار دولار. خلينا نفتح الآلة حاسبي أصدقائي، إذا قلنا 1.2 مليار دولار بيطلع معي الرقم كالتالي. طبعا نضرب هذا الرقم بالنسبة المئوية المخصصة للحرق، هذا الفوليوم على منصة باينانس. أما بالنسبة للضريبة اللي أخذتها منصة باينانس هي 0.1، طبعا هاي النسبة المئوية 0.1% بيطلع معي 0.01. طبعا نضغط على يساوي، منصة باينانس اخذت رسوم من تجارة عملة تيرا لونا كلاسيك 1.2 مليون دولار، هاي الرسوم المخصصة للحرق، نضربها ب3000 اللي هي 3000 قطعة لكل دولار. طبعا بتطلع معي عدد القطع المحروقة
3 مليار و600 مليون قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا أرقام قابلة للصواب وقابلة للخطأ، لكن نحن بنقول أنه من ما بين 2 مليار إلى 5 مليار هاي عدد القطع اللي ممكن نحرقها بكرة، أو ممكن تحرق منصة باينانس إذا وجد الحرق. لكن أنا إلى حد الآن غير مقتنع أو غير متفائل بوجود عملية حرق غدا. طبعا بالنسبة لتحليل عملة تيرا لونا كلاسيك لساتنا على التحليل القديم، حاليا نحن عند تريند، عم ننتظر كسر التريند الى الاعلى، لكن قل الزخم على عملة تيرا لونا كلاسيك، الفوليوم صار قليل جدا بسبب ضريبة الحرق الكبيرة على عملة تيرا لونا كلاسيك اللي هي بتساوي 1.2%. طبعا وشفنا بالامس انه شركة تيرا لونا كلاسيك عم بتقول انه بدها تخفض الضريبة لتجلب المزيد من المستثمرين. طبعا غدا بينتهي التصويت على هذا المقترح وراح نواكبكم باحدث التطورات. اما بالنسبة لاصدقائي احد الاعضاء طبعا الموجود امامكم بالصورة بالتعليقات كتب بده تحليل لعملة ريف. طبعا حللنا عملة ريف طبعا وطلب معنا كالتالي. طبعا كان في عندي مقاومة صعبة منطقة ما بين 59 الى 58، كانت مقاومة عنيدة جدا. طبعا نجحنا بالفترة السابقة بكسر هاي المقاومة وحاليا متمركزين على المقاومة. طبعا بعد كسر اي مقاومة ضروري نرجع نختبر الدعم مرة ثانية. طبعا بعد كسر المقاومة بتحول المقاومة الى دعم، نرجع نختبر الدعم مرة ثانية. حاليا عندي تجميع ضخم كبير على عملة ريف، ممكن يصير عندي انفجار سعري الى الاعلى، ممكن رح نستهدف منطقة ما بين 65 الى 70، يعني ما بين 65 0.06 الى 0.07. طبعا هدفي هو 0.07 في حال الارتداد الحالي من هاي المنطقة. في حال كسرنا الدعم الى الاسفل راح نتجه الى منطقة 56 وراح نمشي بشكل عرضي ما بين 56 الى 59. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.